والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك على كل شيء قدير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات هنا في المسجد وعلى صفحة المسجد في الفيسبوك مع هذا الدرس في حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وحديثه كله خير وبركة عليه الصلاة والسلام. وما زلنا في حديث من رأى منكم منكرا كما بدأنا في اللقاء الماضي، ونتابع شرح الحديث مع الشيخ ابن رجب الحنبلي من أئمة الهدى وأئمة الدين رحمه الله رحمة واسعة، وخدم العلم خدمة عظيمة في ميزان حسناتهم. هؤلاء علماؤنا الذين نعيش في ظلال مؤلفاتهم وشروحهم لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول: فأما ما خرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في خطبته: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. هيبة الناس موجودة وعلى مستويات مختلفة: هيبة السلطان والحاكم، هيبة المسؤول في عملك، هيبة الوالدين لهم هيبة ولهم حرمة، وهيبة الإخوة الكبار، بعض الإخوة الكبار في السن في بعض العائلات له سلطان أعظم من سلطان الوالد، كما يمر معنا في القضايا الجالية. هيبة أهل العلم أيضا لهم هيبة. يقول هنا الأصل أن هذه الهيبات لا تمنع أن يقول الإنسان بالحق الذي علمه، يجب أن يقوله طبعا بأدبه وبشروطه وبمكانه وحكمته كما سنبين إن شاء الله تعالى. لكن الحديث: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، لا يجوز له أن يقول إذا لم يعلمه. فإن كنت لا تعلم فلا تتكلم بالظن، فإن الظن أكذب الحديث، أو بالحكم على النوايا. تقول: أنت كنت ناوي كذا وكذا، ثم تهاجم الشخص بما تظن أنه قد نواه وأنت غير مطلع على النوايا وعلى القلوب. أنت مكلف بالظاهر، ولو أن الإسلام أذن بالحكم على النوايا والخفايا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم كل المنافقين، لأنهم في الدرك الأسفل من النار، لكن عاملهم بظواهرهم، عملهم بأحكام الإسلام، وصلى على من كان منهم يموت، وكان يقسم للفقراء من الزكاة، وكانوا يشهدون المسجد إلى غير ذلك. فلأنه النبي صلى الله عليه وسلم يسن لأمته ومن يأتي بعده من الخلفاء أن يعامل الناس على ظاهرهم، على ظاهرهم، ما لم يظهر لنا أمرا واضحا في عقيدته وفي دينه نعامل إذن على الذي أظهره. لكن الأصل في المؤمن أن لا يتوقف عن كلمة الحق لهيبة فلان أو علان إذا علم هذا الحق، يقول كذا وكذا هذا حرام لا يجوز، أو يجب أن تفعل كذا وكذا. بذكر كنا في أوائل نشأة المسجد وتوجه الجالية لبيت الله عز وجل وانتشار مظاهر الالتزام في الجالية، كانت الأعراس التي نحضرها، وكان الوقت فيه ساعة، فالإنسان يحضر كثير من المناسبات والأعراس. فإذا أذن للمغرب أو للعشاء قام 20 أو 30 أو 40 الإخوة اللي منكم يعني بذكر واكب هذه المسيرة، ويظل مئات جالسين ما يقوموا يصلوا.
فيذكروا بالحكمة والموعظة دون تعنيف، دون تعنيف، دون إساءة لهم، يذكروا في الله. كيف تترك الصلاة؟ كيف أنت يروق لك رجل كبير بالغ عاقل، كيف تقبل على حالك الناس بصلوا وانت مسلم وقاعد على الكرسي قررت أن تغضب رب العالمين سبحانه وتعالى؟ من أنت؟ أنت أصلاً كل قصتك ورحلتك للعرس جاي مشان ترضي الناس، يقول واجب أجو على عرسي نقطوا ابني، هذا واجب والصلاة مش واجب؟ الله، ما أسوأ هذا التفسير. و يعني هذه خيبة لهذا الإنسان. هذا واجب، إنك جيت للعرس وقاعد ساعتين في العرس، تيجي تحجز من الساعة 6 الكرسي، لأنك تقول بصير أزمة، خاصة إذا بكون أعراس لناس معروفين، بتيجي بدري لأنك مش هتلاقي إذا تأخرت مكان، بتجلس ساعتين، ولما يأتي وقت الصلاة ما بتكلف نفسك تقوم وتصلي؟ مش واجب، مش فرض هذا يا سيدي؟ لو ما حضرت العرس في لها طريق إنك تعتذر من صاحب العرس وترضيه، لكن لما لا تصلي ما في لها طريق. لو الإنسان ترك الصلاة عمدا ومات على هذه الحال، يعني هذا بده يروح وين؟ يعني ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، وكنا نصلي، كنا نترك الصلاة. فيذكر الناس هؤلاء، يذكر المسؤول في العمل. أنا أذكر أول ما تخرجت في الثانوية، يعني 74 تخرجت من الثانوية، وقبل ما أذهب للجامعة تيسرت وظيفة، ثم تركتها بعد شهرين لما استفتيت وقيل لي أنه ما بيجوز تشتغل في بنك، فتيسرت وظيفة في بنك في عمان. و يعني كنت أقل من 20 سنة في ذلك الوقت، فدخل قال لي مسؤول القسم أنه سيأتي المدير العام المالك للبنك، فلما فوت كلنا بنوقف مكاننا، يعني بدون ذكر أسماء مين هو الرجل اللي بده يجي، يعني والشنبات هكذا، ودخل الكل وقف، ظليت قاعد على كرسي. طبعا في ذلك الوقت احنا شباب صغار بنروح على المساجد نسمع كلام أساتذتنا لا يجوز الوقوف للإنسان تعظيما له، حطيتها براسي، يعني بغض النظر، يعني يجوز أبوي لو يعرف سوي لي مشكلة، يعني يقول لي احنا ما صدقنا تم وقت نوظفك جاي تسوي لنا مشكلة مع مالك البنك، شو هالحكي؟ فضليت قاعد بلف عليهم، واجي وقف عندي ما وقف مع أحد، أنا بشتغل بشغلي. فقال لي شو اسمك؟ قلت له شو اسمي. قال لي قديش صار لك معنا هنا؟ قلت له. قال لي أنت ليش ما وقفت مثل غيرك؟ قلت له ما بيجوز الوقوف لأنه حرام، ومشانك أنت، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتبوأ مقعده من النار، اللي بيحب أنه الناس يقوموا له تعظيما. قال لي الله يرضى عليك ويسر أمرك، وأنا بشكرك على هذا الموقف. هذا رئيس الدائرة انصرع، قال لي يعني أنت صح وكلنا غلط، إحنا اللي وقفنا، لو ما وقفنا يولفى يا رأس. قلت له لأنك أنت ما أنت أنت قمت مش لله، أنت قمت خايف على رزقك، وعلى إحنا الأولاد صغار نحسبهاش، يعني ريكلس sometimes، يعني خلص هيك عقيدتي بسوي هيك، يعني أنا ما بنعد لا في زوجي ولا أولاد ولا بروح أشتغل مكان ثاني، مش قضية يعني. لكن دفعني هذا الموقف. سبحان الله، كنت قد أرسلت رسالة لجريدة الشهاب كانت تصدر في لبنان مع الشيخ فيصل مولوي الله يرحمه من كبار العلماء، وسألته هل يجوز العمل في البنك؟ ودوا لي بعد أشهر في الجواب، قالوا لا يجوز العمل في البنك. فقررت أترك، تركت. طبعا المشكلة الكبيرة مع مين؟ مع الأهل. كيف تترك؟ مليون واسطة سوينا. فعوضني الله عز وجل وظيفة دبل راتب قريبة من بيتي وفيها مواصلات ببلاش. أي والله أذكر هذا جيدا وإحنا صغار يعني. وكنت أقول هذا للشباب اللي معنا، أنه أنت إذا بتترك إشي لله، لله بس يكون، الله بيعوضك أحسن منه. فالإنسان عايز يتربى على هذه المواقف. أنا لا أقول تحمل سيف وتهد على الناس وتكفر الخلق وإنت كأنك أحسن من الناس وتفترض أنك أحسن منهم، لا، بس ذكرهم في الله. في بعض الناس بأهله، عند أهله، عند أولاده، بخجل يذكر بنته، شايف بنته طالعة وهو من أهل المسجد،
بيصلي خمس صلوات في المسجد، شايف بنته اللي هي دكتورة ولا مهندسة ولا وات ايفر طالعة ولابسة وملبسة وبدها تمشي، طب يابا تعال ارجع الله يرضى عليك، استري حالك المسيح حجابك مشان ربنا يرضى عليك. يابا الله يهديك، احنا قاعدين من الظهر هي صار العصر والمغرب ما قمت تصلي، مش معقول يعني شو بتجمع الظهر والعصر والمغرب، يعني جمع تخبيص شو هذا الجمع. بعض الآباء ما بذكر، بهاب بخجل، ولا يعني أنا ما بصدق ولمهم ونقعد معهم نتعشم، هذول بنشوفهم مش دائما بأشغالهم، أنا بدي أفرفطهم. أي فرفطهم طبعا، تجمعهم على إيش يعني، على الطبيخ؟ ما الخير الذي تحصله عند اجتماعهم إن لم يكن مبني على هداهم وتقواهم وصلاحهم؟ بيجي أب بيعمل عرس بدفع 80,000 و90,000 وبلف حولاهم والولد مش دافع ولا إشي، ما بيقدر يفرض شرط من شروطه الأب. يا رجل أنت اللي دافع كل شيء، أنت اللي دافع، you pay you are responsible. قل له بقبلش هيك وبقبلش هيك وبقبلش اختلاط وبدي كذا، أنت افرض، قل له مش عاجبك روح اتجوز لحالك، ومعه الشيء لن يتجوز بدونك ما بيقدر يتزوج. أنت ليش ما بتفرض اللي بدك إياه وانت قادر؟ انت الان صرت سلطان. هو انفسكم واهليكم نارا. بتجيب البنت شاب لا بيصلي ولا بيصوم ولا عنده دين، يابا اي لايك هيم، وي بين توكينج تو ايتش اذر وان يير، ما شاء الله ما شاء الله على هالتربيه الكويسه، توكينج تو ايتش اذر فور وان يير. وطب انا وين دوري كأب يعني؟ ليش جاي تستشيريني يعني؟ كملي مشوارك. وبتفرض عليه غصب عنه يوافق، هو الولي وبيجي يوافق. ليش ما توقف put your foot down وارشدها للخير، ارشدها لما فيه خيرها وصلاحها وسعادتها، لأنه هذا الرجال حيشقيها وضيحها وطلقها بعد أشهر أو سنين ما بتعرف أنت. هسا بيجي واحد بيقول لك يا أخي هم اللي بيصلوا يعني محترمين، شوف شو ساووا بنسائهم. صحيح في ناس بيصلوا وأخلاقهم سيئة، عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوهم، لا قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. بس أنت حضرتك اسأل بالتفصيل عن اللي جاي، مش بس هي أجت وناولتك إياه وأنت قلت حاضر. فقصدي ما نحشر ونحصر قضية كلمة الحق بس في الحاكم والسلطان، هي بتكون أكروس ذا بورد في كل حياتك، كل حياتك قول كلمة الحق، مدام ما بتحدث ضرر، ما بتعمل فتنة، ما بتأدي إلى منكر أكبر من المنكر الموجود، تكلم تكلم، لكن مثل ما قلت بشروطها وآدابها. لأنه بعض الناس بأمر بالمعروف يريد سكت، يريد سكت، بفضح بفضح الإنسان المأمور، مش مطلوب منك تفضحه، مطلوب تستره وتعامله بالحكمة والحنان والرفق، مشان أحب أمرك حتى لو ما نفذوا، بحب أخلاقك وبحب طريقتك بالأمر. يعني بعض الناس للأسف خاصة في رمضان لما بيجي من هو في الجالية ولم يدخل المسجد في حياته بيجي يصلي في رمضان، هيك الله قال ربنا هدى قلبه يعني شوية، فبطلع فيه أصحابه جاي تصلي أنت ما شاء الله عامل شيخ، أخيرا أجيت على الجامع. طب هذا شو بده رجوع على الجامع؟ ليش تعمل له هيك يعني؟ وانت حضرتك يعني كيف كنت من قبل ذلك؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ما انت بقيت برضو انت يعني الزعران بتعودوا منك وصرت محترم وصاحب دين. والله انا كل زيارة في البلاد بتفاجأ للبلاد، بشوف بعض الفساق والفجار بهاللحى وهالدشاديش والصف الاول، بقول يا ربي لك الحمد، هذا هو دين الاسلام، هذا الدين معجزته فيه، هو قوته فيه، والله مش باهله، في نفس الدين قوي عجيب، لأنه يعني هو دين الخالق، دين الصانع، دين الموجد، دين ربنا اللي خلقنا وبيعرف ثنايا نفوسنا من جوا، بيعرفها ربنا. ولذلك لما بتقرأ القرآن بهالطريقة وانت مقبل على الله تفكر في كل كلمة بتقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله سبحانه. فأحسن في النصيحة حتى لا تكون فضيحة. يعني لا يعني أنه حتى الحاكم، حتى الحاكم، العلماء
كلامهم في الحاكم اللي يقع منه الخطأ والظلم النصح ثم النصح ثم النصح وليس الفضيحة. إلا من أبى وأصبح معادي للإسلام، محارب لدين الله عز وجل، مؤذي للدعاء، أمر آخر. أما من متوقع، ولا أنت بتتوقع الآن حاكم على سنة عمر بن الخطاب وعثمان وأبو بكر؟ لا، ما في. لكن حنانيك بعض السوء أهون من بعض، حنانيك بعض الشر أهون من بعض. فمطلوب الحكمة الكبيرة، لكن الموقف السكوت الكامل غير مقلوب، غير مطلوب، غير مقبول، خاصة في الدوائر اللي أقل من الحاكم. الدوائر اللي أقل، الدوائر الاجتماعية حولنا، كل واحد منا، خاصة اللي بيجوا للمسجد، خاصة رجال الأعمال، خاصة الناس اللي عندهم الله عز وجل أعطاهم هيبة، أعطاهم سمعة، أعطاهم مال، هذول عندهم أثر، عندهم تأثير، هذول اسمهم يعني مراكز الثقل في الجالية. فاستغل هذا الذي أعطاك الله، استغله في الدعوة إلى الله، استغله في نصح الناس. خلي الناس يعرفوا أنه أبو فلان لما بيجي ما برضى النقصة، ما برضى العمل المحرم، حيذكركم. مش بس يجي والله حيقل قيمتكم كلكم، حيبهدلكم. ما شاء الله، بلاش يجي، الله لا يجيبه إذا بده يجي بهدلنا. نحبين ينصحنا، يرشدنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل قوم فعلا شنيعا أو خطأ يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما يقول أسماءهم، يقول في ناس بيعملوا كذا غلط، ما بصير، ما يسميهم عليه الصلاة والسلام، حتى تقع النصيحة موقعها وتؤثر في المنصوح، مش تدفعه أوفر ذا كليف يعني هو ضايل عليه شحطة وأنت رحت وقعته ودمرته. يصير يقول لك، أقول لك أنا بديش أصلي إذا الصلاة عن طريق الجنة اللي منك بديش إياها، والعياذ بالله، وجاهل وأنت دفعته لهذا الشر. فيكون عندنا حكمة كبيرة في 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 في, في النصح. لكن ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. كلمة إذا علمه مقصودة ومهمة، لأنه كثير من الناس بيقول وبأمر بينها فيما لا يعلم، ما بطلع لك، ما إلك، مدام لا تعلم أسكت حتى تعلم، ما تتكلم. أنا أذكر وإحنا في مسجد، حاول أذكر اسم المسجد في الزرقاء، مسجد يونس، اسمه مسجد يونس، شباب في الثانوية دخلنا نصلي، شيخ المسجد الإمام، صلينا الظهر وقام، فقام أحد الإخوة من الدعاة اللي ببلغوا الدعوة ووقف في المنبر، قال والله أيها الإخوة أتيناكم ندعوكم إلى الله، والله أنا أحدثكم عن نفسي، هو بحكي، والله أنا ما عندي علم ولا رحت على الشريعة ولا حافظ إلا القليل من كتاب الله. لكن قام الشيخ هذا وعقله خزق برضو الشيخ يعني احنا بنعرفه، قال له اقعد، قال له انا بدي اكمل، قال له لا انت مدام مش عالم ليش تتكمل، هذا بالمكان للعلماء، انزل اقعد، قاعد غصب عنه، ممنوع تتكلم، هذا المنبر ما بيتكلم فيه الا واحد عنده علم، انت حلفت يمين ما عندك علم واحنا مصدقينك، ممنوع تتكلم، اجلس. جلسوا. احنا اجانا هنا في هذا المسجد، ما بعرف مين منكم كان حاضر، مثل هيك يعني، وأذنا له، وقف وبدأ يتكلم، قال إحنا سافرنا من شيكاغو مرة لنورث كارولينا، والله سيارتنا ما فيها بنزين، هيك توكلنا على الله. قلت له أخي معلش يعني لا تكمل حديثك، ماشي إحنا يعني روح أنت ما شاء الله مدام بتطير، روح ابنا على القدس، بلكن نستفيد منك هناك مدام بدون بنزين وما حد بيشوفك، يعني شو أنت يعني شو الكلام الفاضي، كيف تتكلم أمام العوام مثل هذا الكلام؟ لأنه قال هذه كرامة يعني، بس أنت تصير يعني من، طب ما يعني كيف ما ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأكل وتشرب وهو رسول الله، مشان يسافر عليها كان يطعمها عليه الصلاة والسلام، والحرب التي طعنت عمر قتلته، يعني أنت قال الحرب بتدخل من هون وبتطلع من هناك، هذول الجماعة، طب أنت يعني أكثر ولاية من عمر رضي الله عنه، قتلته عمر وعثمان قتلته وعلي قتلته رضي الله عنه،
فألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. ولازم يكون العلم حقيقي، مش والله بظن أو كأنه مر علي. اعلم أنه هذه المسألة حرام، لا يجوز لك تتكلم في المسألة إذا كانت خلافية، ما بطلع لك، أنت حر. لعل هذا الذي يفعلها هو يتبع المذهب الآخر، ما بصير تجبره على طريقتك ولا على مذهبك. ما في إنكار في المسائل الخلافية، المسائل الخلافية ما فيها وجه للإنكار. يقول: وبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. الله الله، في زمنهم هذا أيام الخلفاء، لكن بعد الخلفاء الراشدين صار بعض الانحراف وارتكاب بعض الأخطاء من قبل الخلفاء لسبب أو لآخر. فيقول: بكى على حاله أبو سعيد وقال: والله رأينا أشياء يعني المفروض نحكي فيها والمفروض ننكرها، لكن هبنا خفنا. بيعترف بتقصيره. وخرجه الإمام أحمد وزاد فيه: فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقال بحق أو يذكر بعظيم. إذا كنت خايف من الأمر والنهي على رزقك فاطمئن، في السماء رزقك، وفي السماء رزقكم وما توعدون. طبعا هذه تلاوة بنقرأها ونتنغم بها ونسعد بها ونتأثر بها، لكن التلاوة شيء وتعيشها بالواقع شيء ثاني. تعيشها وتؤمن بها إنه في السماء رزقك، لأنه اللي بيصلي وبصوم مثلا وبيبيع محرمات هذا يعني بيقراها وبيختم القرآن مرارا وتكرارا، لكن مش عايشها. لأنه لو عايشها بيطلع على طول فورا من المحرمات ويترك المحرمات. بقول لك يا شيخ والله ما بتزبط بدون الحرام، يعني أنا ما بستوعب غاز ستيشن بدون دخان وبدون لاتري، يعني ما بتزبطش يا شيخ، نسكر يعني. وفي السماء رزقكم وما توعدون، بدها أنه يعيشها الإنسان، يعتقد فيها وينفذها ويحياها. والكلام علي أنا هنا في المنبر أهون من اللي بيعيشوا برا، لا شك أنه أهون، لكنهم في ابتلاء وامتحان. أنا بسأل الله عز وجل أنه يفرج كربهم ويقوي دينهم ويوسع عليهم الرزق الحلال ويغنينا وإياهم بحلاله عن حرامه. أنا مقدر أنه الأمور صعبة وضيقة، لكنه لا يمكن أن يضيق الله عز وجل على العبد أبواب الحلال. أبواب الحلال كثيرة، ما عليك إلا تطرق الباب، وقبل ما تطرق الباب تصدق في توبتك ونيتك وتوجهك، ولترى العجب من أقدار الله سبحانه وتعالى في العطاء، العجب من أقدار الله عز وجل. قال: فإنه لا يقرب من أجل. إذا أمرت ونهيت مش معنى ذلك أنك يعني بدك تموت وتخاف على نفسك القتل. لا يقرب من أجل، أجلك في موعده ما حينقص ولا حيزيد. هل تظنن أنك إذا قلت كلمة الحق 80 سنة اللي كنت بدك تعيشهم صارن 60؟ لا، ظلن 80، ما بغيرهن ولا بنقصهن قول الحق، ولا يباعد من رزق. بس هم يعني حيطردوني، وحصل طردوا العلماء وخطباء وعاظ، بل طردوا بياعين خضار وسحبوا رخصهم في عالمنا العربي والإسلامي. ليش؟ لأنهم إسلاميين، لأنكم صوتوا للجهة الفلانية، يعني على صاج فلافل بعطيهوش رخصة، وبتقدرش أنت تمارس هاي المهنة إلا بدك رخصة، والرخصة لازم تمر على الدوائر الأمنية قبل كل شيء، مش على إتقان الفلافل. الأصل إنك أنت بتعرف مثل هاي البلد، هاي البلد تسألك أنت عندك يعني تفتح كذا، بتعرف بهالشغل، أعطينا ورجينا شهادتك، حلاق أنت، أعطينا الشهادة، تعرف شو ماذا يقتضي، ماذا تقتضي مهنة الحلاقة من أمور، أعطينا تفضل، وين درست. في بلادنا مش هيك الأمور تمشي للأسف. الله يصلح بلادنا ويهدي أصحاب الشأن والأمر إلى ما يحب الله ويرضى. فالمسألة مسألة بتصير حسابات،
حسابات سياسية، ولا الأصل فيها لا تكون بهذه الطريقة، فبضيق الرزق. لكن المؤمن يتوكل على الله عز وجل. وكم من مطرود من وظيفته الرسمية اللي كان بتقاضى فيها أقل من $1,000، فتح مصلحة تجارية أصبحت آلاف الدولارات في الشهر. الله عوضه، قال الحمد لله اللي منعوني وطردوني، يا ربي لك الحمد، الله فتح علينا، وهسه أنا ماي أون بص، بروح وين ما بدي وباجي وين، والشغل مرتب والحمد لله وأبواب ربنا مفتوحة. ولا يباعد من رزق أن يقال بحق أو يذكر بعظيم. ترك الصلاة أمر عظيم، جريمة كبرى، ما يجوز الإنسان يسكت عنها. هذا كمثال. أو المحرمات والشغل في المحرمات والبيع والشراء والمخدرات والحشيش. الآن يقول لك الحشيشة، يعني بقدر أفتح محل حشيشة، ما هو يا سيدي للمرضى بس، وبعدين الدولة أذنت به، سمح، كان ممنوع. الدولة هذه دولة علمانية، ليست دولة دينية، بتسمح باللي بدها إياه، تسمح بالخمور وبتسمح بالقمار، تعتبر جود يعني إنكم، سورس أوف إنكم للستيت، وبتسمح بالآن المروانة تباع وتشترى. أنت اللي بدك تكون صاحب المحل، يا مسلم يا موحد، بس مضطرين، ما هم المرضى مضطرين، شو دخلك أنت؟ في مليون واحد مش مسلم بيفتحوا ببيعهم، أنت تشتغل بهالشغلة بآخر حياتك تكون رزقك من المحرمات والممنوعات؟ طيب مش هو إذا الطب ضرورة بصير طيب، أنت شو دخلك؟ الطب ضرورة. الآن اللي بيحصل مما أسمع من أصحاب الشأن أنه معظم الكاستمرز abusing this. They are not taking it because of medicine. They are abusing this. وبعض الأطباء بتساهلوا معهم. أنت تعبان كثير، خذ هاي البريسكريبشن. يعني المروانة honestly من أول سيجارة حتهدى. وبجوز يهدى. أنا مش بنكر تأثيرها يعني. وبجوز بعض الناس من ناحية شرعية إله الحق يتعامل معها. بس بطبيب ثقة مسلم يقول ما في حل إلا هذا مثلا، مع أنه رأي مختلف فيه، هل يجوز التداوي بالمحرم أو لا يجوز، مسألة أخرى. لكن أنت تجعل رزقك في هذا، وقد فتح الله لك أبواب من الحلال لا تعد ولا تحصى، فبتركب الموج. يعني يذهب المريض إلى الدكتور يقول له ظهري، وظهري المشكلة ظهري هذه you cannot verify it. لا الإكسري بتفريفايت ولا إشي، خلاص أنت بتقدر تقول ظهري وأنا بدي دواء لظهري، لأنه آلام شديدة جدا، تقدر تفيك anything وبعدين تضحك على الدكتور، أو ربما الدكتور يتعاون معك. فإياك أن تحوم حول الشبهات، فإنه من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. اتقوا الشبهات، حتى لو تنازلنا وقلنا شبهة. يعني وكذلك خرج الإمام أحمد وابن ماجة من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال يرى أمر الله عليه فيه مقال، يرى أمرا لله عليه فيه مقال، ثم لا يقول فيه، بسكت. فيقول الله له يوم القيامة ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول خشية الناس يا رب، كنت خايفا من الناس. فيقول الله إياي كنت أحق أن تخشى، إياي كنت أحق أن تخشى. والله أنا يعني قلت شو حيقولوا يعني، وسووا لي مشكلة وكذا، خلاص يعني حط راسك بين الروس وقول يا قطع الروس. فيسأل يوم القيامة، يقال له من رب العالمين سبحانه وتعالى، الله يقول له إياي أحق أن تخشى، كان المفروض تخاف مني أنا، تحسب حسابي أنا مش حساب الناس. فهذان الحديثان محمولان. نسمع الآن الفقه، في فقه في هذه المسألة.
محمولان على أن يكون المانع من الإنكار مجرد الهيبة دون الخوف. إذا في خوف حقيقي على هذا الإنسان إذا أنكر، بعض العلماء قال يسقط عنه الإنكار لا ينكر. قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس آمر السلطان بالمعروف وأنهاه عن المنكر؟ بقدر؟ قال له سعيد بن جبير بيسأل مين؟ ابن عباس. سعيد تابعي معروفة قصته مع الحجاج كيف قتلوا الحجاج. ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ترجمان القرآن، صحابي. فقال له أنا يعني لازم أأمر السلطان وأنهاه، أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر الحاكم؟ قال إن خفت أن يقتلك فلا، إذا تخشى أن يقتلك. يا سلام، ابن عباس في ذلك الوقت يقول هذا الكلام، أحد الصحابة. الله لو يشوف اليوم، مش بس بتركوا الأمر والنهي، ربما يكونوا معذورين يتركوهم، لكن يزين لهم المنكر، يزين ويرغب ويفتوا بالمنكرات اللي سو كولد علماء. طب الرخصة أجت إنك إذا خايف عليه حالك يقتلك اتركه ابعد عنه، بس أنت تقعد تفتيله وتزين له المنكر وتسوي له الحرام حلال، والضلال هدى، والفسق والهجور والفجور طهر وعفاف، والفاسق الفاجر الطاغية تقول عنه نبي. الله أكبر، إلى هذا الحد قلت الدين؟ إلى هذا الحد الإسلام وهيبة رب العالمين صغرت في نفسك؟ فقال آمر السلطان بالمعروف وأنهاه عن المنكر. قال إن خفت أن يقتلك فلا. قال ثم عدت فقال لي مثل ذلك، جاوبني نفس الجواب، ثم عدت فقال لي مثل ذلك، وقال إن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه. إذا مصر تأمر وتنهاه ما تخليها في الجمهور، خليها بينك وبينه. في زمنهم كان الإنسان يستطيع أن يصل إلى السلطان، أنت الآن ما بتقدر تصل للبواب اللي عند السلطان ولا السائق اللي عند خدم السلطان، ما بتقدر توصل له. وقال طاووس: أتى رجل ابن عباس فقال ألا أقوم إلى هذا السلطان فآمره وأنهاه؟ قال لا تكن له فتنة. قال أفرأيت إن أمرني بمعصية الله؟ قال ذلك الذي تريد، هذا اللي بتسأل عنه إنه يأمرك بالمعصية؟ قال له فكن حينئذ رجلا، وقف وجهه قل له ما بعصي الله ولو أجت من كل السلاطين، مش بوقع لك على المعصية وبزينها إليك وبقول عنك أنت سيد الهداة والمحسنين، لا. شوفوا كلامه كيف واضح، قال له اتركه، يعني إذا بده يسبب لك فتنة اتركه. قال بس إذا أمرني بمعصية الله؟ قال ذلك الذي كنت تريد، هذا اللي بتسأل عنه، فكن حينئذ رجلا ولا ترضى معصية الله. وقد ذكرنا حديث ابن مسعود الذي فيه يخلف من بعدهم خلوف، من بعد السلف الصالح تأتي أجيال وأقوام يبتعدون عن الدين وينحرفون عن الصراط، بل وربما عادوا الله وعادوا دينه. معنى الكلام قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. يقول الحديث، قال: وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد، لكن الإمام أحمد استنكر هذا الحديث وقال هو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالصبر على ظلم الإمام. وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال. قال لا، لما قلنا يغير بيده ما بنقصد القتال، وهذا يعني فيه مفسدة كبيرة، يخشى أن يكون منه هذا مفسدة كبيرة، لكن التغيير باليد لا يستلزم القتال. وقد نص على ذلك الإمام أحمد في رواية صالح فقال: التغيير باليد
ليس بالسيف والسلاح، مش هذا اللي بنقصده. وحينئذ فجهاد الأمراء باليد مثل أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات. تستطيع تساوي هذا الكلام؟ أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات في البلد. هذا كلام الأئمة اللي قالوا ما تؤمر تنهى، بلاش يصير فيه فتنة، لكن إذا عملوا منكر أنت إلك الحق، واجب عليك تزيله بيدك. كيف تزيله بيدك؟ شو هالحكي؟ محلات الخمور مرخصة وموجودة في عواصم العالم الإسلامي والعربي، كيف تزيلها بيدك؟ احنا بنقول الخمور مشان ما حد يقول مختلف فيها يعني، ولا في مصايب كثيرة ثانية يعني. ما حد بيقول مختلف في الخمر يعني. قال أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات، مثل أن يريق خمورهم، كبها، يمسكها الجنان ويكسرها، هذا تغيير باليد. أو أن يكسر آلات الملاهي التي لهم، هذا كلام الإمام أحمد والعلماء، أنه بيعتقدوا أنه هذه آلات الموسيقى لا تجوز، محرمة، تالي حكمها التكسير. طبعا احنا ما بنقول تروح تطلع وتساوي هذا الكلام، انت في نظام وفي ما يسمى قضاء وترافع اليه، لكن في زمنهم ما كانت الامور مستقره مثل ما عندنا الان، فكان واحد بايده يغير يعني ويشيل يعني، واذا بلغت السلطان يقولوا نعم هذا لا يجوز، والقاضي يعني اذن بذلك والامام افتى بذلك. أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك، يبطل ظلمهم ويوقف ظلمهم، كأن يسعى في فكاك سجين سجنوه ظلما بسبب فتوى أو دين، يسعى بذلك ويجتهد ويصر على أن يخرج مثلا. قال وكل هذا جائز، وليس هو من باب قتالهم ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه، فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتل الآمر وحده. ما بنتكلم بيقول الشيخ على الخروج عليهم بالسلاح، فهذا يفضي إلى فتنة. هذا ما دام ما انتقل الأمر إلى الدفاع عن النفس. لما ينتقل الأمر إلى الدفاع عن النفس الحكم بيصير غير يعني. إذا استهدفوا الإنسان بأذاه وقتله كما حصل مع المسلمين في سوريا مثلا، بدأ القتل والأذى في بيوتهم وفي نسائهم وفي رجالهم، وهم لم يحركوا ساكنا، فاضطروا بالنهاية إلى الدفاع عن أنفسهم. ليس ابتداء، ما ابتدأوا بذلك أبدا، وهذا أمر مشروع قانونا وشرعا وعرفا لما وصل الحد إلى هذه الدرجة. قال وأما الخروج عليهم بالسيف فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين. نعم، إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه أو الناس، لم ينبغي له التعرض لهم حينئذ لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره، كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره. ومع هذا فمتى خاف منهم على نفسه السيف أو السوط أو السجن أو القيد أو النفي أو أخذ المال صادر ماله أو أرضه أو ممتلكاته أو نحو ذلك من الأذى، سقط عنه أمرهم ونهيهم، لكنه لا يوافقهم على الباطل ولا يسكت، يقول هذا اللي بتعملوه الغلط صح، وهذا الظلم عدل، هذه الجرائم تعتبر أمور راقية يعني عظيمة كما هو حاصل الآن. وقد نص الأئمة على ذلك، منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم. قال فإن خاف السب دون القتل يعني أو السجن أو مصادرة المال، فإن خاف أن يشتم أو سماع الكلام السيء لم يسقط عنه الإنكار بذلك، لازم ينكر يعني ولو تعرضوا له بالشتم والسب والأذى.
نص على ذلك الإمام أحمد، قال: وإن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضل. إذا هو من الناس اللي عنده صبر وقدرة على التحمل، لا يفعل أفضل ويقوم بما أوجب الله أفضل. وقيل له: أليس قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس للمؤمن أن يذل نفسه، أن يعرضها من البلاء لما لا طاقة له به؟ قال: ليس هذا من ذلك. قال: هذا لا، هذا الأذى حاصل لابد منه، الابتلاء ومعاداة الظلمة هذا حاصل لأهل الخير مهما يكن. ويدل على ما قاله ما خرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. هذا أفضل أنواع الجهاد، كلمة حق، كلمة عدل، تقف وتقول في مجلس السلطان أو المسؤول أنه هذا لا يجوز، هذا ظلم، يعني نحن ننصحك بأن تتركه وتكف عن هذا الظلم. وأما حديث لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، فإنه يدل على أنه إذا علم أنه لا يطيق الأذى ولا يصبر عليه فإنه لا يتعرض حينئذ للأمر أو للآمر، وهذا حق. وإنما الكلام في من علم من نفسه الصبر كما قال الأئمة، الذي يعلم أنه قادر ويصبر على البلاء. والحقيقة اللي الآن إحنا بعانوه الدعاء بصراحة، يعني ليس من هذا الباب، هم مساكين ما وصلوا للأمر والنهي، إنما بعضهم محاضرات، دروس، يتكلموا للعامة: هذا الإسلام هكذا، يلزم كذا، يقتضي كذا وكذا. دعوا للأمة إنه ربنا يوحدها، مسجن واحد عشان بس دعا دعاء فقط، فاعتقل وما زال الآن وحياته في خطر، يعني صحته مش طيبة. واحد ثاني اعتقل لأنه سمع لأخت على التلفون على البرنامج قاعدة بتشتكي عن ظلم القضاء لزوجها المعتقل من غير ذنب ولم يحاكم سنين، فمدير البرنامج قال بده، قال لها: مش هذا موضوعنا. قال: لا خليها يا أخي تتكلم، يعني خلي شو هالحكي، خلي هذا موضوعنا، كيف مش موضوعنا؟ أنا أعلم، بعد كل صلاة يأتيني من الناس من ظلم وأخذ أرضه وسجن وكذا من غير حق، هذا راح طار ولا أحد بيعرف وينه. يعني قصدي ما أمروا نهوا، ما وصلوش هالدرجة لسه. تصور لو وصلوا هالدرجة شو بصير فيهم، ما وصلوا لهذا. فحتى هذا أنت مش تاركينك، وتحت لائحة تجفيف النبع الآن وصلوا لمناهج التدريس كما هو توجيه النظام هنا في أمريكا للحكومات العربية والإسلامية. مناهج التدريس ما يدرس في الابتدائي والإعدادي كلها تغيرت، وبدأت الآن تتكلم عن المعارك بين أهل قريش وبين أهل مش عارف مكة، وبطلوا لا فيش كفار ومسلمين، هذه الكلمتين قالوا يعني سنسيتيف، يعني مش لازم نستعمل هذه الشغلة، في ناس كفار وفي ناس مسلمين، ما بصير كلنا احنا يعني أهل. وهكذا، فما بتوقف عند أنه أنت تؤمر ولا تنهى، أنت وأنت بدارك ومسكر عليك بابك مش تاركينك، بيوصلوا لك على التلفزيون اللي بدهم إياه، بيوصلوا لك على النت اللي بدهم إياه، بيوصلوا لك على المنهاج ابنك اللي بيكون في المدرسة وبروح اللي بدهم إياه، وما إلك حق تعترض، ما إلك حق تعترض على ابنك. وبيعملوا حفلات وأنشطة صباح مساء من شأنها أن تباعد بين هؤلاء الشباب الصغار والجيل الناشئ بينهم وبين دينهم وبين ربهم. وين في جمعيات إسلامية خيرية بتحفظ قرآن بتعلم الإسلام؟ سكروها أو بأمموها أو بروحوا يتهموها بشغلة
من أجل يأخذوا قرار في إغلاقها، ويجي وروح واحد يقدم رخصة بده يفتح ويقول ما عادش عندنا مساجد وإحنا ما بدناش حدا يفتح لنا دور قرآن وما يحزنون. فقصدي مش تاركين الأمر حتى إنك تأمر وتنهى، حتى هذا الأمر والنهي مش محل الآن بحث عند هؤلاء أهل العلم وأمثالهم اللي هم يتعرضوا للأذى، يتعرضوا للأذى بسبب ما يظن فيهم ظنا. هذولا مش ماشيين على سياستنا والطريق اللي احنا حاطينها. فما في مسألة انت تكون نيوترال، ما في، مش موجودة، حيادي. مثل ما قال بوش الابن، قال اما معانا او علينا، فش مكان ثالث، either you are with us or against us. طب يا اخي انا بدي اكون طرف ثالث، يعني لا معك ولا عليك، مش متبين إلي الأمر لسه، لا ممنوع، لا بتقدر. وقد روي عن أحمد ما يدل على الاكتفاء بالإنكار بالقلب. إحنا الحقيقة قضينا وقت كثير في اللقاء الماضي عن موضوع الإنكار في القلب، وأنه إنكار وأنه يحدث تغييرا ولو كان هذا التغيير في شخص المنكر بقلبه، شخصه هو نفسه. يعني الإنكار بالقلب استعملوه بعض الناس لتبرير سلبيتهم وتبرير مواقفهم الغلط، يقول يا أخي أنا مش راضي بقلبي. طب كيف؟ شو معنى مش راضي؟ أنت قاعد في الجلسة ومشارك، تكلمنا في هذا في اللقاء الماضي بما فيه الكفاية. وقد روي عن أحمد ما يدل على الاكتفاء بالإنكار بالقلب، قال في رواية أبي داود نحن نرجو إن أنكر بقلبه فقد سلم، وإن أنكر بيده فهو أفضل. وذكرنا معنى الإنكار بالقلب، لا عفوا باليد، ما ما مش معناها حمل السلاح، وهذا يفضي إلى فتن لا يعلم بها إلا الله. وهذا محمول على أنه يخاف كما صرح بذلك في رواية غير واحد. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ ذكر الفتنة فقال إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، مرجت عهودهم أي نقضوا عهودهم، لا عهد لهم، وما وجدنا لأكثرهم من عهد، لا عهد لا أمانة عندهم، وكانوا هكذا، اختلط الحابل بالنابل. فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر. خذ بما تعرف، خذ بالمعروف ودع المنكر. هؤلاء الذين يعتذرون عن العمل وعن الأمر والنهي لا يدعون ما ينكرون، بيشاركوا فيما هو منكر، وبقول أنا بقلبي منكر، وهو يشارك حسيا، مشارك. وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. إذا وصل الأمر إلى هذا الحد، الحقيقة هذا أمر ربما في الأزمان القادمة، لكن الآن موجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعاء حتى لو أنهم يعني يبتلوا ويؤذوا في دينهم. نسمع إحنا الآن يعني منابر كثيرة جداً لأهل الحق وأهل السنة والذين يصدعون بكلمة الحق، منابر كثيرة نسمع، والحمد لله يعني ما وصلنا إلى هذه الدرجة. الواحد سكر عليه داره ما يترك الدنيا كلها، تذهب إلى بعض المساجد، إلى بعض في بلدان المسلمين تجد من يقوم لله بحجة، صح محاربون، يتعرضون للأذى، يشوه سمعتهم، يتهمون،
بأمور، لكن موجود، ما زال في خير في الأمة من فضل الله عز وجل. ما وصل الحد إلى أن الإنسان يهجر الأمر والنهي والمساجد ويغلق عليه بابه وبيته. وكذلك روي عن طائفة من الصحابة في قوله تعالى: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قالوا: لم يأتي تأويلها بعد، إنما تأويلها في آخر الزمان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيأمر الإنسان حينئذ نفسه. حينئذ تأويل هذه الآية. وعن ابن عمر قال: هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا، إن قالوا لم يقبل منهم. وقال جبير ابن نفير عن جماعة من الصحابة قالوا: إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت. وعن مكحول قال: لم يأتي تأويلها بعد، إذا هاب الواعظ وأنكر الموعوظ فعليك حينئذ بنفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت. يعني هذا ربما نقول أنه موجود في بعض الأحيان، في بعض المناطق، مش في كل مكان. وعن الحسن أنه كان إذا تلا هذه الآية قال: يا لها من ثقة ما أوثقها، ومن سعة ما أوسعها. وهذا كله قد يحمل على أن من عجز عن الأمر بالمعروف أو خاف الضرر سقط عنه. وكلام ابن عمر يدل على أن من علم أنه لا يقبل منه لا يجب عليه، كما حكي رواية عن أحمد وكذا قال الأوزاعي: مر من ترى أن يقبل منك. وقوله: في الذي ينكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان. الآن رجع للحديث، والحقيقة هذه مسألة مر من ترى أن يقبل منك سيناقشها الشيخ بعد قليل، ويبين أن الأمر ليس كذلك، بل تأمر وتنهى إقامة للحجة. لما تعظون قوما الله مهلكهم؟ قالوا: معذرة إلى ربكم فلعلهم يتقون. أمرناهم ونهيناهم حتى إحنا نؤدي اللي علينا بغض النظر عن النتائج. وإلا نوح عليه السلام يمكث هذه العقود مع قومه وهو يقول إنه له ربه إنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فما ترك الأمر والنهي مع علمك أنه لا يقبل. أنت عليك أن تقوم لله بالحجة سبحانه وتعالى. أما قوله في الحديث: في الذي ينكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان، يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان، ويدل على أن من قدر على خصلة من خصال الإيمان فعلها. خصال الإيمان كثيرة، أي خصلة من خصال الإيمان أنت قادر عليها ينبغي أن تأتيها وأن تفعلها، كان أفضل ممن تركها عجزا عنها، كان أفضل ممن تركها عجزا عنها. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حق النساء: أما نقصان دينها فإنها تمكث الأيام والليالي لا تصلي، يشير إلى أيام الحيض، مع أنها ممنوعة من الصلاة حينئذ، ما بتجوز تصلي حتى لو أرادت تصلي، حرام. وقد جعل ذلك نقصا في دينها، لكن نقصا لا تحاسب عليه ولا تؤاخذ عليه هذا النقص. فدل على أن من قدر على واجب وفعله فهو أفضل ممن عجز عنه وتركه، وإن كان معذورا في تركه، حتى لو كان معذور، والله أعلم. ثم قال: فمن رأى منكم منكرا
يدل على أن الإنكار متعلق بالرؤية. يعني إذا كان المنكر مستوراً ولم تره ولا علم لك فيه فلا يتوجه الإنكار. قال يدل على أن الإنكار متعلق بالرؤية، فلو كان مستوراً فلم يره ولكن علم به. فالمنصوص عن أحمد في أكثر الروايات أنه لا يعرض له إن لم يره، وأنه لا يفتش على ما استراب به، ما بدخل على بيوت الناس وبفتح الأبواب وبدور في داخل ديورهم شو بساووا، شربوا خمر ولا بيعملوا أمور محرمة، ليس لك ذلك، هذه خصوصية الآن بتكلموا فيها وبيفخروا فيها القوانين المعاصرة، وهذه من شرائع الإسلام. اللي في بيته مغلق على نفسه بيته ما بنفتح عليه البيت، ولو أن الناس قالوا والله هذا في بيته يفعل كذا ويفعل كذا. وعنه رواية أخرى أنه يكشف المغطى شريطة أن يتحققه، كمن سمع صوت غناء محرم أو آلات الملاهي. والله مشايخنا الله ينزيهم بالخير، يعني آلات الملاهي والغناء المحرم هذا طال عمرك مش مغطى، هذا هو الأصل الآن، هو الموجود. وللأسف بعض الناس الطيبين المصلين لما يذكروا في الله بهذه القضية يقولوا ما هو مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية، ولا أدري أين الخلاف في الكلام المحرم، الغنى المحرم، الكلمات الإباحية، والحديث عن النساء ووصف النساء والعلاقات المشبوهة والمحرمة مع الموسيقى، كيف هذا في خلاف؟ من قال في خلاف؟ وبقول لك إذا سمعت شو تسمعوا، هذا موجود في كل مكان الآن، تسمعه وبيضلك ماشي. أنت ممكن تعمل مشكلة مع الكاب درايفر في بلادنا إذا قلت له والله لو سمحت يا أخي أنا يعني أزعجتني بهالسكر هالراديو، خمس دقائق بتوصلني بعدين أرقص زي ما أنت عاوز، بعمل لك مشكلة. شو جايين أنتوا تعملون لنا حالة وحالكم متعصبين وحرام ومش عارف إيش. كذلك لو قلت في الأعراس، يعني بس الأعراس مثل ما قلت أنا النظام الجديد في ساعة بيخلوها للملتزمات، بيجوا بحضروا بالساعة بيوقفوا الأغاني اللي هي يعني مشبوهة، وبعد ما يطلعوا هذول بيرجعوا للأغاني هذه للليستة تو أكوميديت الناس اللي هم يعني متعصبين بسمعوش هذه الأغاني، فبعملوا هذا العمل. مع أنه كما قلت أي شيء من الأغاني اللي فيها الكلام المنكر ونشر ذكر النساء وأوصاف النساء والعلاقات الحرام والمشبوهة وحبها وحبته وطلع عليها من الطاقة ومش عارف إيش عملوا، كل هذا محرم لا يجوز، موسيقى وبدون موسيقى لا يجوز. فما يقال في خلاف في هذا، أنا ما في خلاف، هذا القول في واحد حتى عند كل أهل العلم، حتى لمن ذكر عن الموسيقى وقال أنها الموسيقى العادية الهادئة جائزة، حتى هذا يقول عن هذا الكلام المحرم حرام، ما يقول عنه جائز وأنه فيه خلاف. على أي حال لعلنا نقف عند هذه الجملة، من رأى منكم منكرا اللي في الحديث، ونتابع في لقائنا القادم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، اللهم آمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله